هنا للدوري الانجليزي طبيعي جدا ان احنا نتكلم على اخر جوله اللي كان فيها مفاجات كثيره جدا. ويعني شفت الجوله دي ازاي؟ زي ما انت بتقول بعد التوقف الدولي في بعض الانديه استفادت بشكل كويس زي المان سيتي الارسنال، لكن على المستوى المفاجات كان بالنسبه لك تعادل مثلا ليفربول مع برايتون، يعني تاخر 2-0 وبعدين تقدم 3-2 وبعدين نهايه صعبه جدا بالتعادل 3-3. عايز اكلمك المشكله فين لغايه دلوقتي، انا مش قادر الاقي المشكله الرئيسيه في ليفربول. هل وسط الملعب غير قادر؟ طب عندك مشكله في خط الدفاع، بعض الناس بتقول المشكله الكبيره ارنولد صحيح. طبعا كان مصنف افضل الباك يمين في العالم، ولكن صحيح. هذا المستوى هذا الاداء مع بدايه الموسم كان سبب رئيسي كمان في خساره نقاط كثيره جدا لليفربول. طيب انا كابتن هاخد من كلام كلوب فان دايك ولاعيبي ليفربول واعدد لك الاسباب اللي انا بتفق جدا معاهم فيها. السبب الرئيسي هو مش فني، يعني هي فعليا انا اقدر اتفق مع كلوب انها ازمه ثقه حاصله عند اللاعبين ادت لتفكك. يعني الخطر الحقيقي اللي بيحاصر ليفربول دلوقتي انهم الشكوك تملكت من الجميع خلاص. يعني في تصريح خطير جدا بيعكس لك ده، يورجن كلوب بيقول لك بعد ما سجلنا الهدف الثالث في برايتون ما كانش عندي ثقه ان انا اخرج من المباراه كسبان، كنت متوقع ان انا في اي لحظه هستقبل. ده بيعكس لك قد ايه ان الراجل اصبح عنده شكوك كبيره صحيح في منظومته، واصبح عنده شكوك كبيره في لاعبيه. فان دايك ايضا اتكلم على ان الحل اللي ينقذ ليفربول من وقعته دلوقتي فكره التلاحم ما بين اللاعبين. يمكن في تصريحه واجابته على 4 اسئله في المؤتمر قال كلمة نحتاج للاتساق 7 مرات، يعني كرر الكلمة دي كتير قوي وهو بيختم كلامه قال هقولها تاني، احنا محتاجين تلاحم بيننا وإيمان أكبر. فهنا هتلاقي المشكلة ذهنية أكبر منها فنية. أنا مش بنفي خالص هكلمك هناقشك في دوت، لكن خلينا برضو مع السادة المشاهدين نشوف نتائج الجولة الأخيرة ديت من البريمير ليج عشان نتكلم كمان على مباريات كثيرة جدا. فوز الارسنال 3-1 على توتنهام، مباراه عظيمه للارسنال. فولهام خساره 4-1 امام نيوكاسل. ليفربول 3-3 مباراه يعني عصبيه جدا ومثيره جدا في لحظاتها الاخيره. ساوثهامبتون ينهزم امام ايفرتون 2-1. كريستال بالاس هزيمه امام تشيلسي 2-1. بورنموث التعادل مع برينتفورد 0-0. وستهام يفوز على وولفهامبتون بثنائيه. مانشستر سيتي وفوز عريض على المان يونايتد 6-3. ليدز يونايتد مع استون فيلا تعادل سلبي. يوم النهارده يعني المباراه ما بين ليستر سيتي ونوتنغهام. خلينا نتكلم على مباراه انا في اعتقادي من افضل المباريات لغايه دلوقتي على مستوى البريمير ليج، مباراه كبيره جدا على المستوى التهديفي، على مستوى الاداء، على مستوى كره قدم حديثه ممتعه. صحيح. نتكلم على السيتي واليونايتد. شوف يا كابتن انا يعني يمكن كنت متوقع ان المباراه يبقى فيها حده اكبر، فيها نديه اكبر، لان احنا قدام واحد من افضل مدربي العالم تين هاج، وفرصه ان احنا نشوف مواجهه ثنائيه جديده زي ما شفنا كلوب وجوارديولا طوال السنين اللي فاتت. انما انا بشوف ان تحضير تين هاج لهذه المباراه كان أسوأ مما اتوقع. تحضيره للمباراه واعداده للشكل الخططي اللي يواجه بيه جوارديولا انا بشوف انه كان ناقصه بعض التحفظ والالتزام. بعد اول تعثرين في البريمير ليج الموسم ده إيريك تين هاج قرر التخلي عن افكاره والفلسفه الاعتياديه اللي هو مؤمن بيها واللي هو بسببها كمل كمدرب في الدرجه الرابعه في المانيا مع الفريق بي لبايرن ميونخ، ورفض عروض الهولنديه وقتها عشان كان قادر مصمم ان هو يشوف عن قرب جوارديولا بيشتغل ازاي وبيتعلم من افكاره وطول الوقت شايفه قدوته وشايفه النموذج الاكمل او الاقرب للمثاليه في كره القدم. تخلى عن الشكل ده عشان النتائج، قدر فعلا بعد ما تخلى واعتمد على التحولات بدل الكره الشامله اللي هو مؤمن بيها انه يحقق 4 مكاسب، كنت منتظر منه انه يكمل على هذا الشكل، لكني انا شفته بالغ شويه، ترك مساحات ما كانش ينفع يسيبها، مانشستر سيتي ما تتركش قدامه مساحه ابدا. كان من المفترض انه يلعب بشكل اكثر تحفظ، كنت اشوف انه يلعب بلاعب ارتكاز ثالث على حساب برونو فرنانديز لان ده كان هيسد الفراغات شويه، لان مانشستر سيتي وجد مساحات غير عاديه ما بين خط الوسط وما بين خط دفاع مانشستر يونايتد. فانا بشوف ان الازمه الرئيسيه كانت عند تين هاج، ثم اصابه فاران عملت تحول غير عادي.
عمل تحول كبير جدا جدا، لان فاران كان قادر شويه يكون ند مع هالاند، وكان قادر يكون في الكرات الهوائيه افضل. بمجرد خروجه شفنا ازاي قدر هالاند يتفوق في الضربه الركنيه، ثم التفوق زاد بشكل كبير جدا. فبشوف دول المحورين الاساسيين اللي خلوا يونايتد يظهر بهذا الشكل المنهار. لو جوارديولا كان عايز المباراه دي تخرج 10-1 كان خرج بيها كده، انما هو في لحظه ما بيبص بعيد، بيبص لقدام. عندي ان انا اكسب لاعب شاب زي سيرجيو جوميز اللي عمل الاسيست لهالاند اهم من ان انا اكسب 8-1 او 9-1. عندي ان انا استعيد لابورتي وابدا ادخله في الجيم افضل من ان انا اكسب برقم كبير. القدر كان رحيم جدا جدا بتين هاج، لان جوارديولا قرر عند الدقيقه 75 انه يعمل كم تغييرات كبير جدا اثرت على رتم الفريق، اثرت على شكل المباراه، ومنحت مانشستر يونايتد فرصه انه يخرج بشكل ما كانش يستحقه. يعني الشكل اللي مش يستحقه ده بيفكرني يمكن تين هاج قال انه ما شاركش كريستيانو رونالدو في اخر المباراه احتراما لتاريخه. صحيح. تعاقب تقول ايه؟ بالظبط. انا كنت يمكن وانا بتفرج على المباراه يمكن زمايلي بيسالوني رونالدو هينزل؟ لا مش هينزل، ما ينفعش ينزل، ما ينفعش ينزل و6-1 والنتيجه معرضه انها تبقى 8-1، لان فعليا فيها تقليل من رونالدو، خاصه ان رونالدو دخوله انا بشوفه من الشكل الخططي كان ربما يؤثر سلبا على شكل مانشستر يونايتد، وكان الفريق هيزداد. يعني رونالدو الفرقه كانت محتاجه جهد بدني اعلى، كانت محتاجه حد يضيف على المستوى الخناقه البدنيه في نص الملعب. فبالتالي انا كنت بشوف ان هو دخوله كان هياثر سلبا على الفريق، وكمان كان هياثر عليه هو سلبا. فتين هاج اتخذ القرار السليم، واعتقد ان رونالدو في اللحظه دي ما كانش يتمنى ان إريك تين هاج يقول له سخن او تعالى انزل. فانا اعتقد ان تصرف مثالي من إريك تين هاج، وفكره عدم مشاركه رونالدو كانت سليمه جدا، سواء حتى من انطلاقه المباراه او حتى عدم استبداله. ويمكن حتى كان في توفيق كبير في اختياره لمارسيال، دخول مارسيال كان اطفى الفريق بعض الجديه شويه وخلاه رجع في المباراه شويه، فاعتقد انه كان موفق جدا جدا. طب على مستوى جوارديولا افضل حاجه عملها ايه في المباراه؟ انا بشوف ان جوارديولا افضل شيء في عمله في المباراه ان هو عمل نفس الشغل اللي هو بيعمله طول الوقت، واقدر الخص ده في تصريح لهالاند قاله قبل المباراه. يعني هالاند وهو بيسال عن فكره المدافع اللي هيمسكك او اللي هيتولى رقابتك، فقال تصريح مهم جدا جدا. قال اذا دي بروين ارسل الكوره في المكان اللي متفقين عليه وانا وصلت في التوقيت اللي اتفقنا عليه وفق مخطط جوارديولا، مفيش اي مدافع يوقفنا. وانا بشوف انه ما عملوش جديد، هم بيعملوا نفس اللي بيعملوه طول الوقت، وهم عندهم ثقه ان ولا حد هيوقفنا طالما احنا بنعمل الشغل بتاعنا بالشكل المخطط ليه. يمكن هالاند بيتكلم ان جوارديولا عبقري جدا في توقع ما سيحدث، بيقول لك هو اي مباراه هو بيقول لنا هيحصل فيها ايه، وثم نفاجئ بان كل اللي قاله بيحصل نصا. فاعتقد انه فكره الاستمراريه في تطبيق نفس الافكار، وانك اصبحت دلوقتي عندك افضل فينشر في العالم. يعني هو جوارديولا كان ينقصه فقط هذا الهالاند.